عايز اعرف من حضرتك اليات الصندوق، يعني هل صندوق مكافحه المخدرات مثلا ليه اليه انه يتعامل، انه مثلا يوقف هذا السائق عن العمل؟ اليات الصندوق ايه؟ يعني هل هي مجرد احاله للنيابه عشان هذا السائق بيقود تحت تاثير مخدر؟ ايه اليات الصندوق؟ اولا في حاجتين مهمين قوي في الحملات اللي بتتم. الحملات اللي بتتم دي هي حملات مفاجاه، يعني ما بيبقاش حد على علم بيها، بتتم بصوره مفاجاه، ودي بتضمن فاعليه كبيره جدا في الحملات. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه، الحملات بتتم عن طريق اخذ عينه من السائق، وتبقى عينه بول، وبتتم على مرحلتين. المرحله الاولانيه بتبقى مرحله استدلاليه بالكواشف السريعه، وبتتحقق نفس العينه اللي اتكشف عليها بالكواشف بتروح المعامل على الاجهزه الدقيقه علشان تخرج نتيجه تاكيديه. طيب نتيجه تاكيديه لما بتطلع، هو في لحظه ثبوت التعاطي بيوحل للنيابه العامه زي ما قلنا. النقطه الثانيه، بيتم اختار وزاره التربيه والتعليم بصوره يعني سريعه جدا، علشان مش بتوقفه بس، ده يتفصل تماما من العمل مع الاولاد. النقطه الثانيه اللي حابب اقولها لحضراتكم في النقطه دي، ان الصندوق برضو متعاون مع وزاره الداخليه في تنفيذ حملات على الطرق السريعه والداخليه. فاحنا كمان مع بدايه العام الدراسي بنركز على اي، مش حافله في مدرسه بس، لا، اي مركبه بتنقل طلاب بيتم التركيز على ان لا نتاكد من ان السائق اللي بينقل اولادنا في حاله ذهنيه تسمح له. طب هل ممكن او هل صدفت مثلا ان سائق رفض انه يعمل التحليل؟ لا، هو دي بتخضع لقانون الاجراءات الجنائيه وليها تنظيم قانوني. يعني هو الزامي؟ الزامي طبعا، ده مبروح حضرتك بتنزل وزاره الداخليه، لان هو اجراء مرتبط بقانون المرور لازم، وده طبعا حاجه عالميه لو حضرتك اكيد على علم بهذا الامر، ان لازم القائد المركبه يبقى في حاله تركيز ما يعرضش غيره للحوادث. ما ده بكل تاكيد، لكن حضرتك بتتكلم عن حملات مفاجاه، يعني انه بيكون السائق مش مثلا عشان يطلع الرخصه بيروح بشهاده، لا، هو ده بتبقى حملات مفاجاه، انه أيوة بيبقى نازل متاكد ان هو بالزبط. لان لما لو هي معروفه مسبقا ممكن يبقى في اي وسيله يقدر يستعد بيها من خلالها. احنا عايزين نضمن الفاعليه وان الكل يبقى في حاله استعداد ان في اي لحظه ممكن تنزل الحمله. النقطه المهمه اللي انا عايز يعني استغل المنبر حضراتكم في التاكيد عليها، ان احنا برضو من باب التوسع احنا مخصصين خدمه في الخط الساخن الخاص بصندوق مكافحه ولاد الادمان. خط ساخن حد المواطنين يقدروا يتواصلوا عليه، رقمه 16023، ده الخط الساخن بتاع 16023. استاذن بس زمايلي نكتبه على الهواء. الخط ده هو خط علاج الادمان، ومن ضمن الخدمات اللي بيقدمها هذا الخط هو تلقي البلاغات من اولياء الامور. بيتاح ان اي ولي امر عنده شك، اي شك في سائق الحافله المدرسيه اللي بينقل اولاده، انه يتقدم ببلاغ للخط الساخن اللي انا اكرر تاني الرقم 16023، فيقول انا بشك في الحافله. بنعمل ايه ساعتها؟ مش بنكشف على السائق ده بس، طبعا بتبقى حمله مفاجاه، يعني مش بنبقى عارفين الميعاد، لا، بنحطها في الخطه وبتنزل حمله مفاجاه على المدرسه كلها، يتم الكشف على السائق، وبنطمئن كمان على بقيه السائقين علشان نضمن زي ما بقول لحضرتك سلامه اولادنا. طيب ولو مواطن